مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء. يعني مشاهدي الكرام، فعل شنيع واخطر جريمه تقدروا تشوفوا تقدروا توقعوها في حياتكم كامله. يعني شاب في مقتبس العمر 28 سنه، ما كيتعداش ولا 26 سنه، حاول يكمل الحياه ديالو المسار المهني ديالو في واحد الكوطي اخر بعيدا على الايادي ديال العم ديالو. ناض عمو ما تقبلش هذه الفكره دي، انه ولد خوه يخرج من الخدمه عنده ويحاول يذبحه والخطيبه ديالو. يعني دابا ديك تشوفوا ديال كشكول، يعني لولا ظروف الفيسبوك وقوانين ديال الفيسبوك غنوريكم عنقو كامل مذبوح. يعني عنده ما يفيد وعنده ما يدل على هذا الشيء، بشهاده طبيه في 26 يوم، بتصاور كامل فيهم مضروب. يعني حاله كارثيه كيعيش هذا الشاب المغربي. حنا اليوم غنحاولوا نعرفوا اطوار هذه القصه هذه او هذه الجريمه اللي كترتكب في حق السيد هذا، ونعرفوا الاتجاه والمسار ديالها فين غتمشي. السلام عليكم اخويا. السلام خويا. اخويا نعاود لك، شهر 11 في نهار 5 في شهر 11 كنت عندنا واحد الدار في عروبيه تما كاين، كنت بنا خويا كنت صاب الشكل مشي كنحيد الماء حيت كنت باقي ملي وحاج الدار فهمتيني، وكتبقى تما الماء كتجمع تما كاين كتولي اسباب خطيره تما على اسباب الدار فهمتي. خاطر كنت عندك الدار في الصليح كتمشي لها مره مره. مره ديك النهار كنت انا والخطيبه ديالي بالليل غادي العروبيه ديالنا فهمتيني، ماشي غادي شي بلاصه اخرى على العروبيه تما كنحيد تما كاين الوالده. قالت لي انت شوف حيد معاك ذاك الماء اللي كاين تما كاين عادي. مشيت تما كاين انا وياها، فجاه كنت اتفاجئ انا بلا جيه بارشو عمي هذا كنت يعني انا عمك وقف ما نتخيلش انه جاي غيضربني ولا غيطلع لي معي. بالعكس عمي فرحش ونزل طلع لي الباب قلت له عمي بخير كلشي مزيان. قلت له من عمك شناق عليا جبت له مدام من هنا ضربني من لهنا يا محل ثلاث الغرزات عندي كلشي ضربني للنيفه مهرس منه شدني من هنا كتاب شد التريكو هذا قسم بالله العظيم بغى يذبحني. هذيك اللقطه ديال هو انه عرفتش كيفاش راه فاقد الوعي يعني في حاله غير طبيعيه. هو في حاله غير طبيعيه اصلا ما عرفش شنو كيدير فهمتيني. بغى يشد جنوي بغى يذبحني، كان مقلوب لي الجنوي فهمتيني، ما غا يذبحني راك شتي حتى كلشي هنا. هي هذيك ملي كانت معاه هو خاطيب شو شاوة كان مع ولاده بقاو كيجريو يفكوا يجريو يفكوا والو ما يعني جاب الله كان الجنوي مقلوبه. فوالا ملي طاحت لك جنوي غيتلاعب على غيجبد انا هربت. هادشي هادي حوايج تلاحيت حوايج تلاح الحرش الحرش ما معك العروبيه والظلام يعني تلاحي شي حاجه كيشي فيه بقى يقلب عليا بالطوموبيل واقع يقلب عليا. جاب الله عدي الخاطر ديالي هربت مشات للدار تما ديال دار جدي مشات تما كي طلع معايا هما اللي جاو. ملي جاو راك سمعت شي الفوكا ملي جاك عاد شي حاله ندم بغى يعني انه بغى يصلح لي الطوموبيل يرسل لي الطوموبيل. ومن هنا يا راني شي كلشي تايا محاولة القتل هادشي كامل. يعني دابا هذا عمك هذا واش كامل القوى العقلي انه تكاك ويذبحك بحال الحولي؟ يعني انا اقسم بالله العلي العظيم دابا كنعس دابا حاليا دابا شهرين دابا جاي ما كنعش. علاش ما كتنعش؟ ما داكشي الشيء هذيك الحاله اللي عشت شي واحد ما غا يحس بيه في هذيك اللقطه فهمتيني. يعني ما عرفتش كيف نفسيتك ما شي حاجه كشهر عرفتي عايش الرعب دابا يوميا تهديد دابا حاليا يوميا انا بكثرش ما كنت نوض مع الخمسه ديال الصباح ما كنعش ما كنعش كندوق على الوالده تبقى راه تقول شوف الوالده شوف بقى هي ما عرفت عليك الاحساس راه نقول لك حتى شي واحد حتى شي واحد ما نقدرش نوصف هذاك الشيء فهمتي. حتى اللي عشوا وما عرفتش كيفاش نوصف لك انا ما عرفتش هذاك الاحساس مره. اهم حاجه انا ملي وقع لي ذاك الشيء اتجهت القانون دوله الحق والقانون دوله اللي هو حاول يذبحك واش عدى عليك وكرفتك شو درتي ديك اللحظه انت صافي. انا اللي جاو عمامي وجاو كل شيء انا قلت لك راني فيه هاد البلاصه راه ما كنحش بيهم في كل الامور. طوموبيل جا من لوكاس سمعت التسجيلات سمعت كل شيء عندي كل شيء دليل كامل قاطع. كل شيء الكرام يعني لولا الظروف ديال الجسم كنوريكم على الحاله ديال الدريه مكرفصه بزاف. كمل لي مشيت للسبيطار درت الشافي درت كل شيء. يعني لقيت نهار كان السنوان بير ما كانش خدام ما كانش طبيب ما كان والو. نهار سبعه درت الراديو ديالي فلقيت مهرس ماشي مشكل عادي. يعني باش نكون غير تضربتي ب 5 شهر 11 5 شهر 11 يعني انا كل واحد الحاجه يعني تيسترتي ب 14 درت شي نهار يا 5 ب 11 5 هي كاينه فهمتي. يعني نهار السن ونبر ما كاينش كاش خدمه. علاش ما كاينش خدمه؟ حيت السن ونبر ما كاينش خدمه. شنو كان؟ كان المسيره الخضراء. يعني كنت
يعني كان مثلا حاله السكر ولا شي حاجه غيجي عندي وغيعشان غيبردني فهمتي غيجي عندي اش نهار الاول الثاني ما انا غيبردني ولد خويا سمح لي رانا كتشوكا ولا هادي وغيبردك الانسان يعني واخا حاول يضحك شي باغي تسمح ليه الشيء حنا شوف الحمد لله مسلمين وعارفين بينا وبين الله معاك واخا يكون غلط واخا ما عرفتش انه واخا واحد بقى شي حي بيه وجا قال لك سمح لي اكيد غتسمع لي حنا الحمد لله ولاد الناس راه ماشي حنا يعني كنحقد ولا شي ولكن نقول لهم بحال كيديرني قدوه الناس فهمتيني ما غيصور والو من هذيك العبره للناس يعني انا نذبحكم كرفسكم آه ما غتصور والو ما تصور حتى شي حاجه لا ده غلطه السيد هذا دابا هذا السيد دابا هذا هو لي عمي كنقول لكم يعني هو مسيطر على الناس اللي عنده حتى شويه الفلوس سخناه كاي واحد كنعاود نقول امام الجميع ونضر امام العاد السيد هذا يعني ايه انا قلنا اللقطه هذا هو مكتمل اخوه شوف وفى يلا بحد كنا السيمانة مشى اغتصب انا اسمع هذيك هذه براك يعني شنو دار؟ اغتصب مرت خويا لا توفات السيمانة هذا اللي داوي عليه هذا السيد خو مات توفى الله يرحمه لا اله الا الله يعني نقول لكم شي حوايج هذا السيد ما كيعرفش الرحمة ما كيعرفش شي حاجة سميتها الرحمة ولا كيبقاش فيه الانسان وهذا بالسحر وبالتخربيق كامل ما عندوش حاجه شي حاجه سميتها الرحمه والو باش هذا دابا فاش درتي سيكر انت فيك ميديك عشان تعطيك فيهم اليوم انا في 26 هذا الشيء مشيت عند انا حيت قد ما داك الشيء اللي كان دارني في خاطري وداك الشيء ونعرف وعندو علاقات مع مع مع, مع البوليس اللي كاينين نقول لك السميات سمي كل شيء نقول لك في البوليس عندو علاقات وعندو علاقات في الجندار اللي في الدروه حيت هذيك البلاصه اللي درت فيها انايا مصوب على الدروه مشيت انا للدروه عند الوكيل هناك نائبه الوكيل في الملك راه استاذني مشيت عند نيشا شافتني فيك الحاله قالت لي انت سير انا نعيط للجندار دابا سير عندهم قلت لها شوف يا استاذ راه عندهم معاهم علاقه انا بغا يديروا معايا حتى شي حاجه السيد صلحت لك قالت لي لا قالت لي لا احنا كيش سير في البلاد وهذه ومشيت عندهم وتصنت تصنت لي صنتوا ليا وقال لي غنعشاق له وغنديروا ليه وهذه وهذه كيشوف راه باغا حق وباغي والو شو واش مني وربي مني سمح ولا تسمح لي ما خليش انا تشد انا واحد الحاجه فيا انا بغيت نبرد انا حاليا دابا بقيت لا خدام لا خدمه بلا حتى شي حاجه واحد الدمار نفسي كنعيش حتى شي واحد ما غيعيش نفسي تكامل نفسي بزاف 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 شوف انا ما عرفتش كيف قدام الناس ولا شي حاجه علاش ما عرفتش كيفاش شي حاجه كنبغي عندي انا اخر حاجه سدوا لي جميع السيارة اللي كيعطيني دابا كيعطيني الناس بحال كيعطي الناس بيا انا زعما فهمتيني مخونا ما صور والو غندير اي كنت كيعشار ممكن يبقاوك كيموتوا منه فهمتيني يخافوا منه زعما فوالا ان شاء الله خلوه ياخذ حق ديالك انا شوف انا ماشي تعز الجزئيه كامل كل اللي بشوت تصاور السي ديال التسجيل بكل شيء جميع الدليل جميع 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 يعني ما يمكنش تخيل معايا ملي مشيت عندهم انا يعني عرف لي مشيت على الجندارم صافي شي يخدم لم الدب نقولك ملي مشيت بيكيت عليهم كنت بيكي عليهم الاستاذ انا ديال جبوش 10000 يمكن شوف كن انا هو دور الفلوس دور الفلوس ومشيت عاد مشيت عند الاستاذ عند النائبه تو كنقول لها هادشي تخيل معايا دارك الملك صافي غتلقى مذكرات البيع شي كيعرف بلي كيتقالوا في البلاد لا لا شوف كي متفق معاك ضغطوا عليهم بزاف وعاود ثاني صافي واحد الامانه ثاني لما بقى ندخل في التفاصيل مع داك الشيخ ديال سميتو مشى عندو ثاني ما صور والو وما صورش انا منه والو وما خديروش شي محاول ما صوروا حتى شي حاجه والو كنقول لي شوف راه السيد راه كيهددني راه باقي كيسكر كيجي عندي راه السيد هذا ديال فاصعصعه هو الكل في الكل كيقول لهم انا هو ربكم الاعلى فهمتيني دابا حاليا انا كنقول لهم انا هو ربكم تقول لك السيد ما كيعرفش شي حاجه سميتها الله ولا ما كيعرف ما كيصوموش كيف بغيتي غادي تحن ولا غادي هو ما كيعرفش هذا الشيء هذا العداوه اللي هو بينك وبين عمك واش اساس ديال الباك مخاصم مع عمك ولا انت بينك وبين شي مشكل بين عمك انا واش بغيت نذبح بحال شي حولي المشكل انا شوف انا عادي شي دليل اخر ما عرفتش واش لا دابا حنا في اطار الله وضرب انا عنده بغيت يذبح انا مشيتش عنده دار نفوار تلقى دابا هو في هذيك البلاصه تما كيبان خاص يعرف الدوله اش كاين تما وبعيد من دارو ما دخلها فهمتيني يعني اذا دخلت شي دخلت خاص الدو عارفوا علاش كاين تما يمشي تكون مع الدريات على بلادهم وانا عمي كنحتار ما كنت قد الدوالي ما يمكنش نهز فيك راسي غير كدرا فيا ونقول لك واه عمي طلعني راه تمشي يا عمي كندار معاك بحال ما هكا يعني انا ما انت ما زيدتيش الراس واحترمتي عمك رغم انه ضربك والو 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 صح
خصو ليساتك اخيرا ليساتك من المسؤولين على هذا البلان. انا بغيت ياخذ لي حق انا اللي كان الا كان الا كان الا كان هذا السيد غادي يتعدى عليا انا وغادي ما ياخذ. والناس غيولوا يخافوا منه كل دايرني قدوه للناس كلشي يولي يخاف منه. راه يقولك راه شي واحد لا ضربو غيحضر راسو غادي يمشي يقولك راه نعمان عليا انا راه ضربو ما عرفتش شنو دارو عندو الشهود وعندو ما عرفتش كان مصور منه والو. الناس غيولوا يخافوا منه اصلا كيخافوا منه شوم علاش هذا ديال البلاد الحق والقانون هذا علاش ناخذ حقي انا علاش انت غيبان الحق ان شاء الله وسيدي ما يبقاش ظالم تما النداء ديالك دابا شنو هو خوينا انا باغي شي حق اخويا باغي والو باغي حقي ياخذوا ليا انا شوف اللي كان ما عرفتش كيفاش نوصل ما عرفتش واش واصل معكش حلقه من هاتف ديالك راهو كاين تما 096 07 65 52 شكرا خويا الله يحفظك شكرا جزيلا خليك اذا مشاهدي قناه شوف تي في كيما شفتوا معنا نعمان خونا نعمان الشاب اللي تعرض كان تعرض محاوله القتل من طرف العم ديالو اقرب الاقارب ديالو. لا بلاش ما كيقدرش حيت فيسبوك يمنع هذا الدم وكذا غيتحيد اللايف يعني مشاهدي الكرام اقسم لكم يمينا يعني كون شوفوا الحال ديال العنق ديال السي نعمان راه كتقولوا باللي هذا كان غيتذبح ذبيحه ديال الجماع يعني عمك شوفوا تكاها الارض ولي ذبحوا بدون رحمه بدون شفقه. علاش علاش حيت هذا السيد هذا بغى يكمل حياته بيقبو وحده بعيد على عمو مابقاش بغى يخدم مع عمو عاد هو طاش بسبب الخدم يعني لا اله الا محمد رسول الله كنشوفوا الدم كيذبح دم يعني من الاقارب ديالك ماشي واحد براني ولا ومع ذلك نعمان تيقول لي عمو طلق مني راه غتخشني يعني ما باغيش يضارب معاه حصار مع عمو. هذا السيد هذا كما كيقول بلي مجبر عليهم ديك المنطقه باللي هو راه هو كيقول هو اللي انا اللي كاين لا خويا الحمد لله حنا بهذا الحق وبهذا القانون. هذا السيد هذا بعد هذا اللايف ان شاء الله وبعد راي العام وبعد الناس وبعد القانون وبعد اي واحد يشوف هذا اللايف هذا ياخذ الحق ديالو وغيتنصف واي واحد ظالم في هذه الوقيته هذه ما غيبقاش ظالم ان شاء الله. حنا عندنا واحد القانون في البلاد اللي واخا انه مثلا ما كانش الحق في بلاصه غتاخذوا غادي تاخذوا ان شاء الله. حقكم دابا وليت دابا انا مابقاش نسافر برشيد بسبابه وليت انا كنخاف نزل لي دراسه اي واحد ولي دخل في الطوموبيل ما عادش بزاف كنت مقبل على زواج مقبل على بزاف الحوايج يعني مشكل مشكل كرام كان غيتذبح هو الخطيبه ديالو المشكله باش هو الخطيب شوف غير الضاله كتصلح ولا هو كان غيتذبح الخطيبه ديالو هربانه يعني الطوموبيل اللي كراها حتى هي دقدقات خسائر من كل شيء يعني نفسيه ماديه ومعنويه وتم الزواج ديالو تدمر يعني ربما كان غيتزوج ودابا لقى دابا كلشي واقف بسبب نفسيته مدمر يعني هو خاف هرب تما من المدينه هجر مدينه برشيد وجا هنا خوفا من العم ديالو يعني كنتمناو من المسؤولين انهم يتواصلوا بحق بحل مع هذا السيد هذا وياخذوا الحق ديالو. الناس اللي بغاو يتواصلوا مع فرق الهاتف هو 096 07 65 52. نهايه البث ديالي كما نقول لكم شكرا على حسن المتابعه ديالكم نلقاكم بث اخر ان شاء الله عن موضوع اخر الى اللقاء.